اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه، وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش، أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس. بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس، مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس. وكفاية إنه اتعاش وقت ما نسيبناش. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم عليك الكرسي. مش لدرجة دي، لسه شوية. هاشم لسه موجود؟ لا، هاشم خلاص راح بعد الفضيحة وموت ابنه. هاشم اتمحب أستيكا. أنا جاي لك عشان نتكلم في المرحلة اللي ما بعد هاشم. نتكلم. بصي يا مريم، أنت دلوقتي شعبيتك في السماء، كل قنواتنا وجرايدنا هتعمل حملة إعلانية تظهري فيها في صورة الزوجة المخدوعة المظلومة اللي وقفت مع جوزها في مرضه في كل حالاته، وهو ساب كل الأمور دي وراح يخونها مع سكرتيرته. يا حرام. تفتكر موت ابنه مش هيخلي الناس تتعاطف معاه؟ انت عارف هاشم ممثل قدير محدش يعرفه، هيظهر للناس ويحشرك صوته على دمعتين عشان يتعاطفوا معايا يعني. لا، ما اظنش هاشم اذكى من كده.
مش هيتجرأ يخرج للناس. المظاهرة اللي مات فيها ابنه كلهم كانوا بتوع هاشم، يعني اللي قتل ابنه هو هاشم. مريم، ايه رأيك تسيبينا من هاشم ونتكلم دلوقتي في حاجة مفيدة أكتر؟ عندك حق، احنا محتاجين نعمل حزب جديد. الحزب بتاع هاشم خلاص ريحته بقت وحشة قوي، محدش هيصدقهم تاني. برافو، حزب جديد والتمويل جاهز. بجد يا جلال انا مش عارفة من غيرك كنت ممكن اعمل ايه. انت لسه ما عملتيش حاجة. هتعملي يا مريم؟ احنا صرفنا فلوس كتير عشان المرحلة دي. ما تقلقش يا جلال، انا الفترة اللي جاية هعوضكم، هرجعكم تاني اسياد البلد. ده الميزان الطبيعي، اللي فوق فوق واللي تحت لازم يفضل تحت. مريم بتلعب بالنار، طمعها في الكرسي والجشع اللي جواها ناحيه هاشم خلاها تعمل اي حاجه حتى الاكل. ودي مش اول مره سيادتك. عارف ان التحقيق في قضيه تسمم فريد حسان اكد انها متورطه في القضيه، ولولا زيارة هاشم لبيت فريد حسان كانت البلد ولعت. مريم دي محتاجة قرصة ودن هي كمان عشان تفوق من اللي بتعمله وتبطل السيرك اللي فاتحها ده. بلد مش ناقصة. سيادتك ناوي تعمل ايه؟ انا لسه ما قررتش، بس مش هفوتها المرة دي. مصادرنا رصدت مقابلة ليها مع جلال فهيم رجل الأعمال النهاردة عندها في المقر. جلال فهيم دلوقتي علاقتها بالراجل ده ممكن تبقى في منتهى الخطورة. جلال فهيم رئيس اتحاد رجال الأعمال، البيزنس بتاعه كبير بره وجوه، وأكيد بعد ما هاشم طلقها وخرجت بره القصر بتدور على أي ظهر تتسند عليه. بس لو كانت بتفكر بالطريقة دي يبقى بتدق آخر مسمار في نعشها. طب وفيها ايه يا فندم؟ على الاقل رجال الاعمال مش اخطر من الاسلاميين. دخول رجال الاعمال في السياسه مش اقل خطوره. لازم نمنع سيطره راس المال على الحكم عشان نحافظ على النظام. تفتكر يعني انا ممكن اسمح بواحده زي مريم دي انها تيجي وتهد النظام اللي بنيناه في سنين؟ طبعا لا. هات لي ملف محاوله اغتيال الرئيس. حاضر يا فندم. عايزين نضم كل التيارات للحزب بتاعنا، يعني الإسلاميين، الليبراليين، الفلاحين، العمال. مش عايز أبقى عندهم أي حجة، عايز أكسر لهم النظام بتاعهم ده تماما. مش عايز أي حاجة تبعدني عن الكرسي. هو ما بينتهيش؟ ما كنا قتلناه وخلصنا. ما كانش ينفع، كان ساعتها هيسلموا السلطة لرئيس البرلمان لحد ما يعملوا انتخابات، وطبعا الإخوان ساعتها كانوا هينطوا على الحكم على طول. ما أظنش طلعت هيسيب لهم الليلة دي كلها. وما كانش هيسيبها لي، قالها لي في وشي يا جلال. قال لي القانون والدستور ما يمنعوش إن الست تحكم، لكن النظام العام يمنع. وإمتى كان الكلام ده؟ لما هاشم كان في الغيبوبة، عشان كده أصريت إن هو يتنقل من المستشفى للقصر عشان يبقى قدام عيني، عشان لما يفوق يلاقيني ماسكة البلد كلها في إيدي. فهمت؟ Thank you.
انت جننت؟ انت ازاي تكلمني بالطريقه دي؟ الاتفاق ما كانش فيه قتل يا مريم. قتل ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ رامي، الاتفاق كان انه يتسلم مش يموت. انا مش مسؤول عن الموضوع ده، اكيد حصل حاجه غلط. حاجه غلط؟ هو انت في حاجه في حياتك من ساعه ما اتولدتي بتعمليها غلط؟ ده انت بتحسبي النفس اللي بتتنفسيه. سامح، انا مش رايقه لك دلوقتي، روح ونتكلم بكره. مش هروح ومش همشي من هنا الا لما افهم. هو ان انت عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش الدهر. الكلام ده تقوله في التلفزيون. امال دم فريد حسان كان ايه؟ ما كانش دم؟ الناس اللي انتوا قتلتوها في الشارع ما كانش دم؟ بلاش اللعبه دي معايا يا مريم. رامي بالذات ما فيش اي حاجه بيني وبينه. حظه بقى، عمره انتهى، ويمكن القدر بيلعب لعبته عشان تنتقم من هاشم الرئيس. انتقم من هاشم الرئيس ماشي، بس مش من عياله. روح يا سامح، عشان الدور اللي انت بتلعبه ده مش لايق عليك. خد دش واشرب لبن دافي، وانا متأكدة ان انت الصبح هتصحى ناسي كل حاجة، من اهمها ان انت جرأت عليا في الكلام. لا يا شيخ، أنا عاملة حساب لحد دلوقتي إن أنت ابن عمي، بس أقسم بالله أخلي الحرس يخش يرموك بره، وممكن أعمل أوسخ من كده، أرميك في المعتقل جنب جمال. أنت عارفة كويس أوي إن ده مستحيل يحصل، وعارفة كويس أوي إن أنا عندي حاجات كتير. أنت بتهددني يا سامح؟ تحب أعمل كده ودلوقتي حالا؟ أنا صعب. عامل حسابك. القيامة هتقوم. خلاص شربتوا القطع من على سامح ولا ايه؟ سامح خلاص يا شيخ فؤاد، دبور وزن على خراب عشه، بيلعب دور مش دوره. ايوه بس سامح ده معاه ناس كتير وما نقدرش نستغنى عنه ولا على الناس اللي معاه، خصوصا في الوقت اللي جاي والايام اللي جايه. امال انت بتعمل ايه؟ الطيار ده بتاعك انت اصلا، انت استخبيت منه وحلقت دقنك عشان تثبت لهم ان انت مدني معتدل. ايوه شغل السياسه، رب دقنك ربنا دقننا، احلق دقنك حلقناه. اديك قلتها يا شيخ فؤاد، انا عايزاك ترجع تربي دقنك تاني وتلم التيار الديني حواليك، يعني تاخد مكان سامح. انا ناوي الايام الجايه اعمل جناح ديني عندي في الحزب، وانت اللي هتمسكه. عايزين نكتسح الانتخابات وارجع تاني رئيس الوزراء. بصراحة رئيس وزراء ما اقدرش اقول لك. ليه؟ رئيس الوزراء هيبقى جلال فهيم. احنا عندنا مشاكل اقتصادية، جلال فهيم ورجالته اكتر ناس فاهمين المشاكل ديت وهيعرفوا يحل عنها. عايزة البلد تنتعش اقتصاديا يا شيخ فؤاد. خلاص امسك البرلمان. تصدق مش خسارة فيك البرلمان، بس المهم ترجع تربي دقنك تاني. نربيها يعني. حبيبتي انا اسف اني استدعيتك في الظروف دي، بس مفيش في الدنيا حد غيرك هيقدر على المهمه اللي هقولها لك. مهمه ايه؟ بابا حابس نفسه في الاوضه ورافض اي حاجه حتى يقبل،
ورحت القصر كذا مرة وطلبت مقابلته وفي كل مرة كان بيرفض. فلازم تخرجيه من الحالة دي. أنا عارف إن اللي حصل صعب، بس بابا لازم يرجع مكتبه. في قدامنا تحديات كتير قوي ولازم يكون معانا واحنا بنواجهها. أنا عارفة إن بابا متدمر، ماما كمان متدمرة، بس الحقيقة إن أنا متدمرة أكتر منهم هما الاتنين. رامي مات وماتت معاه كل حاجة حلوة. ما أعتقدش إن أنا هقدر أفيدك. أنا واثق إنك تقدري. بابا بيحبك ومبقاش عنده في الدنيا غيرك بعد المرحوم. حاول اقدر. شربت قهوتك؟ نعم. بالهنا والشفا يا سامح. عبدو! أوراق الحزب، الموافقة خلصت والمقر الرئيسي جاهز تماماً، بينتظر تشريف حضرتكم في حفل الافتتاح. حلو قوي اسم المستقبل. اللوجو كمان حلو قوي. طول عمرك شاطر يا جلال. مريم، احنا لازم ندوق الحديد وهو سخن. دي فرصتنا، الفرصة دي متتعوضش خالص. اطمن يا جلال، أنا الطيار الإسلامي كله خلاص بقى في جيبي. الخطوة دي لو تمت هنكون أكبر حزب ومحدش هيقدر يقف قصادنا.
يبقى لازم نضغط على هاشم، يا يستقيل يا النظام يشيله. دي ازاي؟ البلد تفضل ولعة، العمال يفضلوا مضربين على الشغل، والمصانع مقفولة، والبلطجية بتوعك يفضلوا في الشارع. لازم النظام يجي لحد عندي راكع قبل ما الناس تعلق لهم المشاكل. طيب انت شايفه الدنيا ما بلاش طعم، ما كلها ساعات، ما ينفعش تقول كده. انت راجل مؤمن وانت إرادة ربنا. المسؤول عن كل اللي حصل أنا، اللي ما قدرتش أحميه. أنا عارف إنه كان في خطر، أنا اللي ما منعتوش ينزل. ما ينفعش يا بابا تحمل نفسك المسؤولية، أنت عارف كويس أوي مين اللي عمل كده. قتلت رامي عشان تحطمك، عشان توصلك اللي أنت فيه دلوقتي. لو سمحت لا تخش حياتي، انا كنت اناني، ما فكرتش غير في نفسي وبس. عشان كده كل المطلوب انكم تسمعوني انت ومامتك. مش عارف اذا كنا هنقدر نتلم تاني ولا لا، بس انا خلاص مش قادر اقعد فيه ولا يوم واحد. انت اللي كنت دايما بتعلمنا ان احنا ما نتكسرش ونرجع نوقف على رجلينا. انت لازم تعمل كده دلوقتي. تعرف يمين يا بابا، عارف يمين تفضل مسؤول عن البلد دي. مينفعش تعمل كده. أنا عايزاك كده تقوم تفوق عشان في ضيف مهم جايلك. ما كانش قدامي غير منا عشان اخرجك من الحاله دي. اللي بيحصل في البلد في منتهى الخطوره، ولازم نحط ايدينا في ايد بعض عشان نواجه ده. توعدتوا لي يا فتاح وطلب مني الاستقاله. رجعنا في كلامنا، وبالنسبه للفضيحه هنقدر نلمها. هنشكك في التسجيلات حتى لو اضطرينا نقفل الكورنر، مفيش مشكله. الإجراءات الاستثنائية بتكون ضرورة لما يكون في تهديد للأمن القومي. البلد في خطر، والتحالف اللي بين الهانم وبين جلال فهيم بيشكل أكبر خطورة على البلد. علشان كده النظام شاف إن مفيش غيرك ممكن يواجه ده. القرارات اللي أعلنتها لقت صدى عند الناس، وممكن تبقى أكبر حائط صد في مواجهة المؤامرة اللي بيتدبروها عشان يستولوا على البلد. أنا كده إن التحالف ده كان من بدري أوي. عشان كده حاولوا يختلوني عشان ما أعلنش قراراتي. بالظبط كده. زي ما اتفقتوا مع كمال إن أنتوا تخلصوا من هاشم،
انا هتفق معاكم. ما انا مش هفضل مستنيه كتير لحد ما كمال يبعدني عن الصوره، ولا هستنى هاشم يبوظ لي كل اللي انا عملته عشان مجرد احلام في دماغي. وانتوا كمان مش هتستنوا الانتخابات اللي جايه عشان تخلصوا مني. انا بفكر في مصلحتي زي ما كل واحد فيكم بيفكر في مصلحته، وحاسبت لكم ان انتوا راهنتوا غلط. احنا كنا عايزين الرئيس، واول رئيس كان بالنسبه لينا هو هاشم، واول قرارات بالنسبه لي كانت ضد مصلحتنا كلنا. ايه الضامن؟ اني بتفق معاك مش بسلمك. مريم الحياه فرص، وانت عملتي كل حاجه كنت مستنيه الفرصه دي من اول ما دخلت القصر. من قبل ما ادخل القصر بكتير. بس خلي بالك انا مش هقتل هاشم، انا بس هبعده شويه. وبعدها جلال اتفق مع ربيع، كان سهل قوي وبسرعة. جلال ليه مصانع كتير في سينا، وكل رجالته هناك عارفين كل اللي فيها. ايوه بس المساندات اللي انت وريتها لي كان بتقول ان فريد حسان هو اللي باع تمويل لربيع من البنك الماليزي. ما هي دي الخدعة اللي عملها جلال عشان يضللنا. جلال مساهم في البنك ده بنسبة 20%، ولو رجالته هناك، وكان سهل جدا انهم يعملوا التحويل من حساب فريد حسان، عشان لو اتكشفت العمليه تفكيرنا يروح لفريد وانه هو ورا محاوله الاغتيال. وده فعلا الخطا اللي وقعنا فيه. بعد ما قبضنا على فريد حسان قتلوه عشان يضربوا عصفورين بحجر واحد. اولا عشان يقطعوا اي خيط ممكن يوصلنا للجريمه. ثانيا عشان يوقعونا مع الاسلاميين. بالظبط. وبعدها جه الخطاب اللي كنت هتعلن فيه القرارات. خطة التأمين اتسربت، وربيع وصل المكان وقتل فرد التأمين وخد موقعه، وبقى مستعد للتنفيذ بمنتهى السهولة. وبعد ما ضرب الطلقة هرب من الطريق اللي كان متأمن له. وفي المستشفى مريم حاولت تفهمني إن وجودك هناك خطر، وطلبت مني أنقلك القصر عشان تفضل تحت عينيها. عايزة ترجع الرئيس القصر؟ ايوه، عايزاه يكون تحت عيني طول ما هو هنا. هبقى قلقان عليه وانت لسه قايل يا ثغره يا خيانه، وفي الحالتين ايه اللي هيحصل؟ برضه خطر على حياته. وبعدين ما تقلقش، هيبقى تحت اشراف وزير الصحه. الرياض زمان راجع من كندا. اللي بتطلبيه ده صعب قوي دلوقتي، لان القرار مش في ايدي لوحدي زي ما انت عارفه. انا عايزه بس وقت، هم عايزين يسبقوني يا طلعت. صدقني اول ما هاشم هيخش القصر الموقف هيختلف تماما. وفعلا عملنا تمثيليه ان في هجوم حصل على المستشفى، وقدرنا نهربك من هناك بعد ما جهزنا جناح طبي في القصر بمنتهى السرعه. وهناك مثلت دورها بمنتهى الاتقان، لان عارفه كويس قوي ان الجناح متراقب بالكاميرات. هاشم يا رياض. وفي القصر لاحظت حاجات غريبة، والحالة الصحية ليك ما بتتقدمش، لحد ما جه يوم فوجئت بمريم بتقولي. تفتكر اللي حصل ده كان وراه القرارات اللي كان هيعلنها هاشم؟ جايز جدا لو كانت القرارات دي اتسربت. في ناس أصحاب مصالح كانوا مع هاشم في الانتخابات، الناس دي لو حسوا إن القرارات هتبقى ضد مصالحهم بالتأكيد مش هسكت. وانت عارفة كويس قوي ان انا طلبت من الرئيس يأجل اعلان القرارات دي، بس هو أصر. بس انا كان عندي سؤال، لو لا قدر الله يعني هاشم هيكون مين؟ الشعب هو اللي بيختار. انا عارفة ان الشعب هو اللي بيختار، بس ما تنساش برضو ان الشعب بيختار من اللي انتوا بتشاوروا عليه. الدستور عندنا ما بيمنعش ان ست تكون رئيس جمهوريه، لكن النظام يمنع، النظام العام. ساعتها حسيت ان كل اللي حصل ده كانت خطه مدبره من مريم عشان تستولى على السلطه، فغيرت الطقم الطبي بطقم من عندي. كانت كل مهمتي حمايتك باي ثمن
لحد ما اكشف ابعاد المؤامره. يعني انا شاكي كان في محله. ساعات كثيره كنت ببص في عينيها واسال نفسي يا ترى هي اللي ممكن تكون عملتها، بس ما كانش تحت ايدي اي دليل عشان يتحول للشك الحقيقه. مريم مجنونه بالسلطه، ما عندهاش اي خطوط حمراء، ممكن تولع في البلد باللي فيها عشان بس توصل للكرسي. مريم عملت حزب جديد مع جلال وضمت ليه كل الطيارات بعد ما اجرتهم بالمناصب في دولتها الجديده. وانت مستني يا طلعت؟ مريم لازم تنتهي، لازم. اتفضل يا باشا كرسيك. الدستور ما بيمنعش ان واحده ست تكون رئيس، بس النظام بيمنع. النظام مش احنا بس، احنا والجهاز الاداري للدوله، الشعب والموظفين، المجتمع وثقافته وتعليمه، عاداته وتقاليده وعقيدته وخرافاته. النظام هو كل الحاجات دي.
مش كل ماضي بنشعر في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفاية نتعاش وقت ما نسيبناش أسرار في قلبي لا تتكتم ولا تتحكي ولا يفهموها الناس بس اللي لازم يتعرف كتر الألم بيموت الإحساس مش كل ماضي بنعشقه في ماضي لازم يتنسي ويتداس وكفاية نتعاش وقت ما نسيبناش Yeah.